النبي صلى الله عليه وسلم في من معنى الحديث حاله معانا ومع الأمة أن هو بيبعدنا عن النار، يدلنا على الخير. زي إيه؟ زي ما بيبقى فيه نار ولعة والفراش بيجي حوالين النار، هيقع غصب عنه في الفراشة بتتجذب للنور، هو النبي صلى الله عليه وسلم يذب عنها. ده حاله معانا. لما اجي نقول موقف يزعل، تزعلوش مني. لما النبي صلى الله عليه وسلم موقف يزعل، نأتي يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم هيعرفنا ازاي؟ عارف الصحابة شافهم، هيعرفنا ازاي؟ ها نأتي ايه؟ غر محجلين من اثر الوضوء، يعني الاماكن دي بيضة ومنورة والرجول كده. فكان سيدنا عبد الله بن مسعود ايه يبالغ في الوضوء، ليه عايز يجي منور كله؟ هو معروف سيدنا. واحنا احباب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من يفرط في سنة النبي، وخلي بالكم من النقطة دي، النقطة دي غايبة عنا وعن أولادنا. سنة النبي يسقط لحم وجهك خجلا يوم القيامة، بس لما تشوف يا نهار أبيض، ده في ناس مفرطة في فروض وبتناقش دلوقتي في فروض. احنا دلوقتي بنقنع المسلمين يا جماعة بالإسلام، عايز أقول لكم احنا بنقنع المسلمين دلوقتي بالفروض والإسلام. أسهل عليا إن احنا ندعو ناس يعني للإسلام من أول وجديد، غير إنك أنت بتقنع من كثرة الشبهات. عشان كده هقول لكم جدول عملي في الآخر. لما نيجي نقول موقف للنبي صلى الله عليه وسلم يخلينا يعني ما يعدي يوم إلا ما يبقى لنا حال، يا ورد ذكر يا ورد إحياء سنة جديدة. بالنية دي لازم لازم كل يوم يبقى فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي سلسلة جميلة اسمها سلسلة الحديث الواحد، حديث سطر كده بتاع حوالي أكتر من 60 حديث، حديث سطر، ابحثوا عليه على جوجل هتلاقوه نازلة بديفات. ونقول لعلم نفسنا والعيالنا، ونفكر نفسنا وأولادنا، هنسأل عنهم دول من هو محمد صلى الله عليه وسلم. بصوا الموقف يوم القيامة، تزعلوش مني من الموقف ده بس معلش لازم نقول. يوم القيامة في أربع مواضع ما يعرفش الخل خليل، ولا الأم ابنها، ولا الأب ابنه، ولا الزوجة زوجها، ولا أي حد، ما حدش يعرف حد في الأربع مواقف دول. عند تطير الصحف، وعند نصب الميزان، وعند الصراط، وعند القنطرة. ثلاثة دول في حديث واحد، والقنطرة حديث واحد. عند تطير الصحف تفتح السماء أبواب وينزل الصحف كتابك، ففي ناس تاخد الكتاب بيمينها تتنطط في أرض المحشر، ها قوموا اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق، خلاص دي بداية البشرة، فرحان وبتنطط. وفي ناس تاخد الكتاب بالشمال، وفي ناس استغفر الله استغفر الله يأخذ من وراء ظهر تكسر يده الشمال وتبقى في الظهر ويبقى وشه في قفاه وقفاه في وشه. نسأل الله العفو والعافية، قولوا أمين. طب بمزاجنا، طب أنا هروح أخده، مش بمزاجي، حسب العمل في الدنيا. ويموت المرء على ما عاش عليه. فأول موقف تطير الصحف، تاني موقف عند الصراط، عند الصراط عند الميزان، عند الميزان أنا هقول في الحديث يأتي يوم القيامة رجل بلحمة آدم، يعني سميك يعني مليان، وكان يقال إن جلد سيدنا آدم 60، يعني تقن جلدنا ب60 مرة. ليه؟ وده سمك الجلد والعياذ بالله لأهل النار. ليه؟ عشان الجلد هو اللي بيحس بالسخونية وبالحرق وكده، فيزداد العذاب. صلى الله عليه وعلى العافية. فيأتي رجل لحيم يوم القيامة مليان، ويجي ميزان الحسنات وميزان السيئات، فالطب ميزان السيئات في ميزان الحسنات، يعمل ايه؟ فيرمي نفسه في الميزان، قال انا اقوم لهم يوم القيامة ملوش وزن. ثم يجي عبد تاني أله عندنا شيء، الاثنين ده كافف الميزان السيئات، وده فقل له عندنا بطاقة يا رب. يفتح البطاقة فيها لا إله إلا الله، بس قالها من قبل، يطب الميزان، قولوا لا إله إلا الله، ده الميزان. وعند الصراط، الصراط ده حكاية بقى، الصراط ده عليه الخلق من أول خلق آدم حتى آخر خلق الله عز وجل. يبقى طويل ولا قصير؟ الناس ورا بعض كده صفين، طويل وأدق من الشعرة وأحد من السيف، ويقال في مسند أحمد على عبرانية جهنم أو فوق جهنم أيا كان، تحت النار
منوره بقى وانت شايفه النار. لا لا استغفر الله، صلى الله عليه وسلم. ألف سنه حتى ابيضت، ألف سنه حتى احمرت، ألف سنه حتى اسودت، فهي سوداء مظلمه. ثم عليها كلاليب، كلاليب خطاطيف بعدد شعب الايمان. ها قلت لا اله الا الله عدي، طب الكلباب اللي بعدها كان كذاب وقع، استغفر الله، يقع بقى كام؟ 70 خريفا واليوم عند ربك بألف سنة أو 50,000 سنة. يأتي على الصراط ناس بتقع قدام، وناس النور بتاعها شوية يقيد ويطفي، وناس نورها ينادي مالك خازن النار يا مؤمن يا عبد الله مر سريعا، يلا عدي بسرعة، فإن نورك يطفئ نار. مين دول؟ أصحاب قيام الليل، جعلنا الله وإياهم ركعتين قبل ما تنام ينوروا لك الموقف ده. وسويت بقى وصريخ وبتاع، وناس بتعدي صلى الله عليه وسلم العافيه، ملائكه وهي واقفه بتقول والناس بتعدي على الصراط ذكر الملائكه، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، شايفين. ولما يشوفوا موقف يوم القيامه الملائكه ده، ربنا خالق ملائكه واقفه بتصلي، ملائكه راقعه طول هي وظيفتها كده من يوم ما خلقها لحد يوم القيامه، راقعه وملائكه ساجده وملائكه التكليف. الملائكة من يوم القيامة وبتشوف ملهاها وتقول اللهم سلم سلم من اللي بتشوفه. وبعد كده القنطرة، القنطرة دي خلاص عدى بقى وعدى الصراط باب الجنة قدامه، يبص تعالى واحدة جاية لك، فاكرة يا حلوة يوم الفلاني الساعة الفلانية لما قلتي عليا كذا، يا ستي قلت بقى خلاص ما سامع كامل مفيش بقى. تقول لك لا عايز 10 حسنات، تقول لا والله خلصوا مفيش يا دوبك نفدت. تقول لك بسيطة خدي 1000 سيئة من عندي والعياذ بالله. القنطرة دي حقوق العباد، عشان كده نخلي بالنا. فالاربع مواقف دول، وفي موقف بقى في بداية المحشر، وقال هي ارض فلسطين، وقال هي ارض في غير الارض، يوم تبدل الارض ايا كان. ياتي بجهنم مربوطة ب70,000 زمام، في كل زمام 70,000 حلقة، في كل حلقة ماسكها 70,000 ملك، والنار عمالة تتفلت منها. وبعدين يطلع لها باسود ياخد ناس، دول ما يتحاسبوش، دول من حق عليه العذاب، ما فيش حساب. وتأتي ناس أول ما تشوف كده تجسو على ركبها، والشمس فوق الرؤوس، والدنيا عرق، والناس من يلجمه العرق الجامن، ويجروا على سيدنا آدم. ركزوا معايا بقى، بقول القصة اللي فاتت دي كلها عشان أقول لكم الموقف ده لرسول الله صلى الله عليه ده، لو له بس الموقف ده والله نفضل حياتنا كلها ممتنين لله سبحانه وتعالى، ونفضل كده نصلي عليه، ويعني نقول يا رب بس يعني يرضى عنا. ويروحوا لآدم يقول لست لها، يروحوا لموسى لست له، يروحوا لسيدنا عيسى يقول لهم اذهبوا لمحمد. قبل الأمر ده يأتي ملائكة السماء الأولى، ثم مجموعة الناس، ثم ملائكة السماء الثانية، والقدم يعلوها 1,000 قدم، ثم تأتي ملائكة الجبروت اللي هم حملة العرش الثمانية. الفرق بين حاجبين كالفرق بين المشرق والمغرب، الجناح بتاعهم لو جاء على بحر الأرض المحيطات لجفت، ولو هز واحدة غرقت الأرض وهم عليها. فلما يشوف أفيكم ربنا، فيكم أمر ربنا بالحساب لانتظار وحش 40 سنة، الناس في أرض المحشر منتظر لحد ما يدلهم روحوا لمحمد. فيسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ويحمد الله بمحامد لم يحمدها أحد من قبله. فالله عز وجل يقول له إيه؟ اسمعوا بقى، يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، قل يا رب أمتي. فيذهب له، اذهب، فيأتي في النار، وصفها ان هو يروح على سحابة فيسحب من المسلمين حبة ويرجع مرة تانية يحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد لم يحمد احد من قبله. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وشفع واسأل شفع تشفع يا رب امتي، ويروح ثالث مرة ويروح، ورابع مرة يقول له ايه؟ يا رب امتي اذهب واخرج كل من في النار من كان في ذر اقل 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 نصعد اقل 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 ذره من لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله، اي لا معبود الا الله، لا الحارسه ولا الكانسه، لا الحارسه تحرس القلب من كل الشهوات والمتعلقات الا الله سبحانه وتعالى، والكانسه تكنس كل المتعلقات اللي في القلب. فيذهب 4 مرات. لو انا بجيلك او انا عارفه مثلا الاستاذه بتاعتي بيني وبينها عشم، رحت لها مره سلفين، تاني مره سلفين، تالت مره، اللي يروح ويكرر ده يبقى ايه؟ هو غالي عند ربنا صلى الله عليه.
من غلو النبي صلى الله عليه وسلم كان كرامة له، ما كان الله معذبهم وانت فيهم ابدا، ربنا مش هيعذبهم طب انت فيهم يا محمد. طب مات على لسه، طب واحنا طب احنا المساكين، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. ما تزعلوش، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا اصحاب احبابي مني السلام، قالوا احنا احبابك انتم اصحاب، هم احبابي احنا، الواحد منهم بتمانين، قالوا الواحد منا بتمانين منهم دول الصحابه، انتم تجدون على الحق والخير اعوانهم لا يجدون. ليه مضيعين؟ لحب النبي عليه الصلاه والسلام في قلوبنا مش مبجل كده ومعظم، لسنه النبي عليه الصلاه والسلام كده في قلوبنا مش يقول لك ياتي يوم القيامه لحم الوجه يسقط خجلا، خجل ما انتش قادر من كسوفك من النبي عليه السلام. وده حاله في الاخره، هو بس كده في الاخره. بصوا لما راح، لما نبقى في مكان حلو الكعبه عند الملتزم، وفي مكان او في مكان الناس اللي بتروح اي اماكن حلوه، فكر الناس اللي بتحبها عايزين ادعي لك بايه، هي انا راحه عايزه ايه دعوه، انا اقول لك عن الله، مش بنعمل كده مع بعض يعني. النبي عليه الصلاه والسلام في المعراج ما نسناش، لما دخل على الله عز وجل سيدنا جبريل قال له ده مقام، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه على ربنا، يقول له ايه؟ التحيات لله، ما دي التحيات، والصلوات والطيبات الله عز وجل، السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته. قال ايه؟ سلام علينا ها وعلى عباد الله الصالحين، جعلنا منهم يا رب، قولوا امين. ما نسناش، لما الواحد بيتفكر او احنا كنساء مثلا خطب النساء، لما نيجي بنتفكر للنبي عليه الصلاه والسلام كراجل برنس البرانيس الصراحه يعني لو يصحي نقول كده على النبي صلى الله عليه وسلم، لهم مقاطع ولهم لا يعني، راجل صاحب مشاعر، صاحب قلب، صاحب عاطفه، رؤوف رحيم، ما بي لما فعلتي ولما ما فعلتيش، بيقول لك كتنام على العجين حتى ياكله الداجن، السيده عائشه في حديث تليفون، والله ما نعلم عنها حاجه، تعالي بشوف بوصي الاكل خربتي، انت جايبه على جايه لك كده، جيبه انت جايه كده عشان خرابي البيت، الميزانيه باظت بسبب صلوا عليه.